انا تصورت يعتبر ادمان. لا لا فاسق فاسق، لانه كيف ينحي كلام الله زيها يعني انحي كيف كيف انحي كلام الله. سيدنا عمر الله يرضى عليه افتقد احد الصحابه صلاه الصبح، اين فلان؟ قالوا يبدو انه مريض. طب اعوده، ورجع من صلاه الصبح يا فلان. قال نعم يا امير المؤمنين، وخرج فعله بالدرة. قال الله عز وجل يقول لك الصلاة خير من النوم، فلا تقول لا تقول لبيك، ويقول لك أمير المؤمنين يا فلان تقول له لبيك، ليس الرجل أنت وبخ على الصبح. هذه مقاييس وإداء الجيران والعياذ بالله رب العالمين. إداء الجيران أيضا من ضمن سبحان الله العظيم، ما احنا قلنا أن الزوجة التي المرأة التي تؤذي جيرانها والمرأة التي تحمل زوجها فوق طاقته والعياذ بالله رب العالمين، هذه تحمل زوجها فوق طاقته. يعني هو دخله 1000، نعم كويس، هي تطلب طلبات ب3000، كل ما ينزل معاه كشف طلبات عراب للخديوي ولا من ايه يتصرف، فهذه والعياذ تعلق من أفدائها ومن ألسن من ومن آذت زوجها وجيرانها تعلق من لسانها، هكذا صورة العذاب في البرزخ ثم يوم القيامة. لكل موجبة من موجبات العذاب صورة من صور العذاب، صورة من صور العذاب. احنا لا نريد ان نرعب الناس اكثر من هذا، يعني احنا نريد أنا ان أريد انا اريد ان نستعرض الصور. لا لا لا، انا اريد ان نتوب بس، لا داعي للصور. انا اكلم عقلاء وعاقلات وناس مؤمنين مسلمين يحبون الدين ويحبوننا في الله ونحن نحبهم في الله، وانا لا اريد ان يعني اجعل الصوره كلها قتامه. انا اريد اقول لما لابد ان نقرا الخاتمه حتى نحسن البدايه. لا لا لا، نتوب الان، اريد ان نتوب الان. فانت بيبدو تريد ان تصعب على الناس ولا تضعف؟ والله انا اريد ان نرى هذه الخاتمه كيف تكون، حتى ننقي صفحتنا الان. نسال الله الا نراها، نسال الله ان نتوب الان كي لا نراها. نستعرض صور البرزخ في عجاله في حلقه قادمه ربما، يعني نقف عندها. ربنا يسر ان شاء الله في الحلقات الاخيره ان شاء الله، بعد ما بس نشرح الناس. الناس ظنوا ان الموضوع هول، في هول، الناس في حاله رعب. انا بيتصل بي في حاله من الرعب الشديد. سلم يا رب. رجل اخبرني والله قد انا جالس على الكرسي اريد ان اقوم لتسجيل الحلقه، من الرعب ما تحركت. انا مش عايزين كده عليه، بس ايه الاهم، انا مش عايزين بعد الحلقات بتنتهي خلاص كل واحد يروح في حاله. لا، احنا عايزين دعامه بامانه، خلي بالكم. نعم، انا بقول كل المشاهدين والمشاهدات، هذه امانه يجب ان من تطبيقها، والا سوف احاججهم يوم القيامه ان شاء الله. وانا قلت وانا ابرئ ساحتي. بارك الله فيك، الله المستعان، بارك الله فيك. اذا اسمح لنا فضيلتكم ان نقولهم اجمالا على من يكتب خلفنا بهذه الزياده. انا كان على مهل لان الاخوه امبارح بالامس يعني راوك متعجلا. معنا الزميل خضر عبد المطلب منفذ البرنامج، ان شاء الله يخرجهم على الشاشه الان. ومن اراد ان يكتب موجبات عذاب القبر فليلحق بنا. واولى هذه الموجبات هي النميمه، عدم الاستبراء من البول، الكذب، عدم العمل بالقران، الزنا، اكل اموال اليتامى، اكل الربا، المتثاقل عن الصلاه، مانع الزكاة، خطباء الفتنة، المغتابون، الخوض في أعراض الناس، صاحب الشملة التي غلها، الداعي إلى البدعة، الرشوة، الخيانة، المخادعة، المكر، إيذاء المسلمين، تتبع العورات، المعين على الإثم والعدوان، الملحد في الحرم، المقدم رأيه على السنة، النائحة والمستمعة إليها، بناء المساجد على القبور، المطففون، الهمازون اللمازون، الطاعنون في السلف، الذهاب إلى العرافين والكهنة، أعوان الظلم والظلمة، أعوان الظلمة. نعم، عشان أتذكر أفضل. تمام. عدم الحج مع القدرة عليه، تأخير الصلاة إلى آخر وقتها، الاشتغال بعيوب الناس،
من يرى شعرها أجنبي، إيذاء الجيران، إيذاء الزوج وتحميله فوق طاقته، قطع الطريق، الخوف من المخلوق دون الخالق، الفاحش بذيء اللسان، الفتوى بدون علم، تعذيب الحيوانات، من يعمل عمل قوم لوط، السرقة، المحلل والمحلل له، أو المحلل والمحلل له، عدم نصرة المظلوم، الحكم بغير ما أنزل الله تعالى، والمحتال على إسقاط الفرائض. نفسيتي تزعزعت. استرح قليلا لحظة ثم نبدأ في صفحة المليون. ما الذي سيبني كنت عايز صور العذاب ليه؟ ده انت مهزوز كده كيف اتحمل حقيقة؟ طيب خلاص يا ابني الكلام كده صار غير كده. انا الموضوع صار ثقيلا فنخففه بالمنجيات. نتحدث عن منجيات توكل على الله يا ابني ان شاء الله. شاهدينا الكرام، مع صفحة جديدة من الوعد الحق ومنجيات عذاب القبر، ولكن بعد هذا الفاصل كونوا معنا. الوعد الحق. حضرتكم مرة أخرى، ومع أن نرحب بالدعاء الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم مرة أخرى. نحاول أن نبتسم ونحن نقبل على هذه الصفحة وهي المنجيات من عذاب القبر. نحن نبتسم كلما رأينا مسلما يستمع إلى أهل العلم، حتى وإن استمع ما يرعبه فهذه وقفة توقفه. يعني قالوا يا ابن عباس نجلس مع أناس يخوفوننا، فقال رضي الله عنه لأن تجلسوا مع من يخوفكم من الله فتجدون أمنا يوم القيامة خير من أن تجلسوا مع أناس يؤمنونكم فتجدون خوفا يوم القيامة. يا سلام. إن الله لا يجمع على عبد أمنين ولا خوفين. أنا كلما رأيت أنني يعني أنبه الناس بكلام رب الناس وبكلام رسول الناس، يعني لابد أن أبتسم، لأن هذه مهمتنا. ولكن الأمر يقتضي أن نشرح وأن نبين وأن نوضح حتى نتوب ونستغفر ونتوقف. هذا ما أريد يعني. ولكن أنا أريد من فضيلتكم أن تأتي لنا بسبعة وأربعين منجية من منجيات عذاب القبر كما أتيت لنا بسبعة وأربعين موجبة. لا، هو أنا عددتهم خلف فضيلتكم سبعة وأربعين من موجبات عذاب القبر. طيب أنا أقول لك شيء أول. نعم، إحنا هنقول رأي مجمل يجب بالسبعة وأربعين مرة واحدة. يا ليت ما هو. هقول لك صبر. يعني انا اجمل لك ثم افخ. يعني اجيب لك 47 مره نلغي 47 بشيء واحد، ها؟ ثم نفصل فيها القبر. ثم نفصل في المنجيات البقيه على بركه الله. اول منجي من عذاب القبر ايه؟ ما الا نعمل شيء من 47. جميل، كلام سهل. طبعا لا، لكن فعله صعب. لا، يسير على من يسره الله. يسير على من يسره الله. الله. ده أمر. وربنا قال في الصلاة قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الخاشع في الصلاة يحب يقف بين يدي مولاه، عايز يصلي، عايز يطيل الصلاة، مش عايز يدل ينتهي، عايز يفرش خده على الأرض توددا وتقربا وتملقا إلى مولاه، عايز يصلي. نعم. عايز يفتح المصحف، مش عايز ينتهي. هذا كلام ربي، هذا كلام ربي. واحد أربعة ثلاثة أحفاد روس مسلمين كانوا من مسلمي روسيا، وكان المصحف في القرية عبارة عن مصحف واحد. نعم. يضرب عليه سهم قرعة، يبيت عند كل، يعني مين اللي يضرب، مين محظوظ الذي يبيت عنده المصحف خشية من الحكم الشمودي في قبل أن يسقط، سبحان الله. فلما مات الجد أقسم الثلاثة وهم كبار كانوا جاءوا للتعلم في الأزهر، قالوا أن جدي وهو ندفنه رأينا حماما أبيض يطوف فوق المعزين والدفنين والمشيعين، سبحان الله. وشموا جميع الحاضرين شموا رائحة زكية لهذا الرجل الذي توفي عنده 90 سنة. فذهبوا لجدته، ماذا كان يصنع جدي؟ قال كانت لا يفهم كلمة في اللغة العربية ولا كلمة ولا في القرآن، وما في من يعلمه. فكان لما يحظى بأن المصحف يبيت عنده، لما يضرب السم أو القرآن يتهم عليه والمصحف يبيت عنده، ماذا كان يصنع؟ أول ما الليل يدخل يفتح المصحف ويمر على كل كلمة ولا يعرف ولا كلمة، ويقول الله. كلام ربي كلام عظيم، كلام ربي كلام بالروسية، كلام ربي كلام يا عظيم. الله. فمات على هذا وموسك للمصحف. يا الله. حسن خاتمة.